كان سوق العمل نقدر نقول مو طالب هذا الشيء، أو مثلا يروح الطالب اليوم تخرج من الثانوية كمخرجات علمية، في وايد أسمع نقد من الكادر التعليمي أو الهيئات التدريسية في الجامعة بالكويت أو في الكليات أو في الجامعات الخاصة، أن في ضعف في مستوى التعليم لهذه المخرجات من الثانوية العامة. هل لأن في ضعف تلقى الطالب ممكن يكتفي بشهادة الثانوية، أو أنه ما يؤدي عدل في هذه الشهايد الثانية في الجامعات؟ أبي وجهة نظرك في هذا الموضوع. هو ممكن يكون في يعني في فرق بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي. التعليم الجامعي في أكثر حرية واستقلالية ومهارات واعتماد على الذات، يعني غير التعليم الجامعي حياة ثانية. التعليم الثانوي شوية يكون في نوع من التلقين والإرشاد، وهذا يعني يتعلم. هو شيء زين ان الطالب الثانوية حتى لو تفاجأ بالتعليم الجامعي حيتفاجأ، طبعا حيتفاجأ ويمكن يتضايق ويخاف، بس ما عليه، التجربة هذه حتفيده في حياته الجامعية. كلنا كنا كذي، كنا ندخل الجامعة كنا ما عارفين شيء ومتوهقين. لا اعتقد التعليم الثانوي، اعتقد الكويت جيد يعني، لكن التعليم الجامعي بالكويت هنا طبعا وايد قوي خاصة جامعة الكويت، يعني جامعة الكويت من الجامعات القوية جدا والتعليم فيها قوي، فبالتالي الخريج فيها يطلع اعتقد وايد مميز. ممكن لاني عام جامعه الكويت بس، لكن اعتقد ليش دائما خارج التصنيف العالمي للجامعات؟ يعني ليش نشوفها في اخر المراتب؟ شنو السبب الاساسي؟ هل للحين معتمدين على التلقين والحفظ ولا؟ والله انا ما ادري، انا اشوف جامعه الكويت هي احسن جامعات في العالم بصراحه يعني. أكيد شوف، يعني من يشهد للعروسه على قولتهم، بس ان شاء الله يكون يعني مو بس في التخصص اللي انت تقدمه، احتمال كبير في القسم اللي انت موجود فيه. أنا أعتقد ان شاء الله في كل الكليات. انا اعتقد لا، بكل جامعه الكويت. كل جامعه الكويت قويه طبعا. بس اعتقد ان الطالب الثانويه لازم يعني ما يدخل الجامعات، كل الجامعه، اي جامعه من الجامعات سواء في البعثه او في داخل الكويت، لازم يكون مستعد، يكون كل همه يدرس، كل همه يبحث عن المعلومه، يشتغل ويفكر بحياته الجامعيه، لا يلهي بشيء ثاني ويأخر عن دراسته.